في الفيديو اللي فات يا شباب احنا اخدنا مع بعض شكل مبسط من اشكال لغة البرمجة اللي كان فيها جملة برنت وجملة طباعة شكلها عامل ازاي. البرنت اللي بيه حرف كابيتال مسافة، بعدها الجملة اللي عايز تطبعها بين دبل كوتيشن. النهارده هنطور شوية في الكلام ده، ان احنا هنزود كمان حاجتين اتنين، التايب والفاريبل. التايبس اللي عندي اللي متاحة هتكون هي الانتجر والدبل والسترنج، والفاريبلز بتاعتي او احنا ممكن نسميها الايدنتيفاير اللي هو بنفس الشكل بتاع اي لغه برمجه، الحروف توليفه من الحروف كابيتال او سمول، والارقام والاندر سكور. وما ينفعش ابدا برقم، ينفع ابدا بسمول او بكابيتال او باندر سكور. فلو احنا هنباصي حاجه زي كده للبرنامج عندنا، فهيقول لك ان الانستراكشن اوت بوت انستراكشن ده البرنت، ان الجمله دي اللي بنضبط كوتيشن دي كوتد سنتنس. نفس الكلام الحاجات الباقيه، الجديد بس ان عندي الانتجر دي هي تايب، والاكس 4 مثلا دي ايدنتيفاير يعني متغير، الدبل دي هي تايب وده هو متغير، والسترنج هي تايب وده نفس الكلام هيكون متغير. ازاي بقى نطور البرنامج بتاع السكشن اللي فات؟ ان احنا نضيف ال regular expressions والحاجات اللي بتخليني اعمل ليتزنج للداتا اللي عندي او للبرنامج اللي عندي، مين تايب ومين هيكون ايدنتيفاير. نفس الكلام زي ما اتعودنا كده يا شباب، ان احنا هيكون عندنا الملف اللي انت هتكتب فيه، بعد كده في الملف الخاص بالباتش، رن الباتش فايل ده فبيطلع لك ملف الجافا اللي انا اكيد خدته واتحط هنا في النت بينز هنا في المشروع ده عشان تعرف تعمل رن الكلام اللي قدامك ده. فده الملف الاصلي اللي احنا عايزين نتكلم فيه سريعا كده. نفس الاسطمبه بتاعت كل السكشن اللي فات، خلاص احنا مش هنغيرها، فلازم اللي ما يعرفش الحاجات ديت يرجع للفيديوهات او للسكشن اللي فاتت بحيث يعرف الكلام معانا كان ماشي ازاي وايه السنتكس اللي بينكتب. كل اللي احنا عملناه بس هنا، انت عايز تقرا انواع زياده؟ اه. اذا في الانام تايب بتاعي هيكون في عندي الاوتبوت انستراكشن ده القديم، والكوتد سنتنس ده برده كان قديم. اصبح ان في عندك حاجتين اتنين بس جداد انت محتاج تتعرف عليهم، اول حاجه اللي هي التايب، تاني حاجه اللي هو الايدنتيفاير. الطيب اللي هو الداتا تايب بتاعتنا، الايدنتيفاير نقصد بيه اللي هو المتغير. كل الكلام دوت ثابت مش هتعدل في اي حاجه خالص فيه. هننزل بس تحت وهنزود الجزئيتين الخاصين بالطيب، هتكون هي دي الجزئيه الخاصه بالطيب وهي دي الجزئيه اللي هتكون خاصه بالمتغيرات. طيب الطيبس هبنعمل الريجولار اكسبريشن بتاعها ازاي؟ هي عبارة عن مجموعة كلمات ثابتة، يعني أنت عندك الانتجر الدبل السترنج، فعشان نبني التوليفة أي واحدة من دول هنعمل الشكل اللي قدامنا ده. في عندي أقواس جواهم هيجي لي انتجر أو اللي هي الأور الدبل أو السترنج. بس في الحالة دي أنت هتعمل إيه؟ هترن نفس الكلام اللي إحنا متعودين عليه، أنت هترجع لي تايب ومين التكست اللي أنت قرأته وأنت بادئ منين والنهاية بتاعة الإندكس هتكون فين. طيب الحاجة التانية التقيلة اللي إحنا عايزين نتكلم فيها، ازاي نبني الريجولار اكسبريشن اللي بيكون متغير. المتغير احنا عارفينه من اي لغه برمجه ومستخدمين نفس السنتكس بتاعه هنا. طب السنتكس بتاعه بيقول ايه؟ انا عندي الحروف الكابيتال او السمول او الارقام او الاندر سكور، الاربع توليفات دول استخدمهم براحتي عادي جدا، بس بشرط ما ينفعش تبدا برقم، ابدا باي حاجه تانية. فالكلام ده هنعمله ازاي؟ اول حاجه قلناها ان احنا ما ينفعش نبدا بارقام. طيب اذا ينفع نبدا بمين؟ اكيد بالحروف او الاندر سكور. عشان كده انا عرفت ان في عندي الالفا ماكرو. مين الالفا دي؟ الالفا بالنسبه لي الحروف السمول والكابيتال، اي زد سمول اي تو زد كابيتال. وبعدين قلت انا ممكن يجي لي الفا او اندر سكور دي بدايتي. طيب هيجي لك كام حرف فيهم؟ وان اور مور. عشان كده قلت ان دول كده في الاقواس بعضهم البلس، فاصبح كده لازم على الاقل يكون في حرف كابيتال او سمول او اندر سكور. طيب بعدهم، بعدهم ايه اللي يحصل؟ بعدهم اي توليفه براحتك بقى، حروف تانية، أرقام تانية، أندر سكور زي ما أنت عايز. عشان كده جيت في السكشن التاني قلت هنا بعديه أسترك، الأسترك دي اللي هي زيرو أور مور، يعني عايز تجيب بعدهم حاجة هات، مش عايز خلاص براحتك. طيب هتجيب، لو أنت جبت هتجيب هنا مين؟ هتجيب حروف ألفا اللي هي سمول أو كابيتال، والديجيت أو الديجيت أو الأندر سكور. لاحظ إن هنا في أور بين كل واحدة من كل توليفة من دول. مين الديجيت بالنسبة لي؟ الديجيت بالنسبة لي هي ماكرو جديد متعرف برضو فوق وأخدناه قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، عبارة عن أرقام من 0 لـ9. الكلام ده عشان يشتغل بقى معاك صح، ما ينفعش ان انا اخد السطر بتاع الانتجر والدبل والسترنج انزله تحت. دي ما ينفعش، لان لو انا نزلت السطر بتاع الانتجر والدبل والسترنج تحت الريجولار اكسبريشن بتاع المتغيرات، فاي انتجر او دبل او سترنج هيعتبرها بالظبط اكنها متغير، لانها ككلمه هي موافيه لنفس الشروط. طيب عشان نحل المشكله دي هنعمل ايه؟
هنيجي في الجزء بتاع المتغيرات، هقول له المتغيرات بتاعتي هي الحاجات دي، وهزود كمان عليها شرط هنا، اقول في الشرط دوت ما عدا ان انت تجيب لي كلمه انتجر او دبل او سترنج بنفس الاسطمبه بنفس الاسبيلنج. وده حل اصعب شويه. طيب الحل الاسهل ايه؟ الحل الاسهل ان احنا ناخد السطر بتاع الانتجر والدبل والسترنج نطلعه فوق خالص، يبقى هو ده واخد اوبشن اعلى شويه، يعني يكون هو اول واحد بيتنفذ قبل التنفيذ بتاع المتغيرات. يبقى انت كده خلاص خرجت من الهيدك التاني انك تزود اوبشنز وحاجات زياده، قعدت بس الترتيب بتاعه. يعني اي كلمه هتجيلي هعمل لها تيست الاول على الانتجر والدبل والسترنج، لو كانت اوكي خلاص هيعمل ريتيرن ومش هيبص على باقي الريجولار اكسبريشنز. طيب لو كانت مش اكسبتد فيهم فاكيد هينزل ويعمل لها تيست على الفاريبل، فاكيد هتكون هي اكسبتد الفاريبل. وطبعا اكيد موضوع السبيس ده هيتكتب زي ما هو، احنا عارفين لازم ينكتب عشان لو انت كاتب اكتر من سطر والناس تراي، حته مهمه جدا غالبيه الناس بتقع فيها، السبيس دايما هو باك سلاش ار، باك سلاش تي، باك سلاش ان، محدش ينساها. لو انت نسيتها اعرف ان هو هيقرا لك سطر واحد بس، مش هيقرا باقي السطور اللي تحت. باك سلاش ان، باك سلاش اف، باك سلاش مسافه، طبعا بالاضافه للدوت اللي هي معناها لو ما جاش كل الحاجات اللي فوق دي انت بتعرض لي رساله ايرور. طبعا الكلام ده خلاص احنا هنكريت بقى الباتش فايل بتاعنا، والباتش فايل بتاعنا هيكون نفس الكود اللي احنا متعودين عليه، بنخلف بس اخر اسم اللي هو اسم الملف بتاعي. بعد كده هناخد الملف بتاع الجافا يتحط في النت بينز وهتعمل ران للكلام ده، فايه هيقرأ من الملف بتاع التكست اللي انت حاطط فيه الكود بتاعك او الاوامر الخاصة بالبرنامج بتاعك، ويبدأ يعمل ليجزنج ليه، هيفصص بقى كل حتة دي التايب بتاعها هيكون ايه. التاسك بقى بتاع الناس، احنا عايزين ننزل السطر الريجولار اكسبريشن بتاع الانتجر والدبل والسترنج نخليه تحت السطر بتاع الريجولار اكسبريشن بتاع المتغيرات، ونزود على الريجولار اكسبريشن بتاع المتغيرات الشرط اللي بيقول ان المتغير بيتكون من الحاجات دي ما عدا كلمة انتجر، كلمة دبل، كلمة سترنج. ده اول تاسك. التاسك التاني، الكود اللي قدامك ده لو انت هتعمله تيست عندك وتدخل في الملف بتاع التكست ده شوية برامج شوية أوامر تانية من عندك انت، حاول تعمل تيست على قد ما تقدر، يعني هتلاقي ان في شوية كيسز كده الريجولار اكسبريشنز دي مش بتغطيها، بتعمل فيها مشكلة. فعايز اعرف من الناس ايه المشكلة اللي ممكن تحصل بناء على التجارب بتاعتكم، ثم تحاول تحل المشكلة او المشاكل اللي مش متغطية في الكود ده.